يا مساء الفل على كل مشاهدينا، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، ويا رب يومكم النهارده يبقى لطيف ولذيذ، مش بخناقات بقى ومشاكل زي اللي دايما بيني وبين ياسمين كده. ولا ايه ياسمين؟ مش هنخلص خناقات. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا، وحلقه جديده طبعا من هو لا هي، ومش هنخلص إيه خناقات. انا متاكده انا وحسن لغايه اخر رمضان، بس انا في رمضان عشان الواحد صايم برضو اداؤه هادي شويه. استنى، انا هبقى جنتل معاكي وهبقى في اول الحلقه كده لطيف ولذيذ. طبعا يعني رمضان بيجي علينا ودايما الشباب بيفكروا في حاجه واحده، الجيم والرياضه. طب هنعمل ايه؟ رمضان داخل علينا، طب احنا عملنا فورمه وعملنا اجسام، رمضان داخل هنتعامل ازاي في التمارين وفي الاكل وفي الحاجات دي كلها. زاد وغطى بقى ان ما شاء الله الفتره اللي احنا بنعيشها فتره الكورونا والحظر والجيمات اتقفلت. انت عارفه يعني ايه الجيمات تقفل؟ ده بالنسبه لنا كارثه. طب هقول لك على حاجه احسن، الكارثه الاكبر. انا لما قررت انزل الجيم اسبوع كان الحظر جه، فده تقريبا ما شاء الله، ده تقريبا يعني انت اللي قفلتيها. لا هو يعني ان انا تمام مش محتاجه، زي الفل. المهم بقى ان انا وياسمين كنا بنتخانق كده في مناوشات قبل الحلقه، انها بتقول لي لا الست يعني اقوى من الراجل. بقول لها يعني ايه؟ احنا يعني جيمات وعضلات وبننفخ وحاجات كل ده وشايفه ان الست اقوى؟ تقول لي اه ده هي بتعمل. يعني ايه وجهه نظر سعادتك بس عشان تفهم انا هقول لك وجهه نظري. هقول لك، عارف الست دي بتعمل ايه حسن؟ بتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك الراجل بتاع الانابيب بتنزل كده هي، وتروح وتجيب الانبوبه وتحطها على ظهرها وابنها على كتفها الثاني. لا يا حبيبي والله انت بتقعدش في مجتمع مصري، انت ما بتشوفش اللي بيحصل؟ انت فاكر ان المجتمع المصري هو الجيم؟ لا، انزل كده هتلاقي الانبوبه كده والبيبي هنا، الطفل هنا على كتفها وزي الفل ماشي روان، ومش بقيت حط حاجه كمان على دماغها. لا لا لا، انا وانت فاكر بالحديد بس يا حسن؟ انا مش مقتنع بالكلام ده. يعني حتى في الشغل مثلا، في شغل معين ما ينفعش للستات، بينفع يعني الستات ما ينفعش مثلا ان هي تبقى مثلا تشتغل ميكانيكيه. اه في نماذج بنشوفها طبعا، وطبعا على راسنا كل النماذج، بس البرسنتج او النسبه قد ايه؟ ما ينفعش. طب ما انتوا داخلين في الطبخ يعني، تروح تحارب مثلا وتتمرمط. اه بتبقى مثلا في المستشفيات بتقدر انها تساعد بشكل او باخر بطريقه ثانيه، انما تحارب وتضرب ليه؟ في بلاد كتير جدا على فكره، في الجيش ستات وزي الفل. ماشي، انا بتكلم في العموم، في المفروض يعني الراجل طبيعي القوه معروفه، ست حنينه طيبه رقيقه يعني اخركم كده. اه ده المفروض يعني، ده المفروض يعني. عموما يعني حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الرياضه وعن كل حاجه، الاكل بقى نعمل ايه بالظبط، ازاي نتمرن في البيت، ايه التمارين المعينه اللي نقدر نتمرن يعني واحنا مثلا صايمين، لا بعد الفطار حظر بقى وقاعدين في البيت ومش عارفين نروح جيم وننزل. بس بقت في حاجات دلوقتي الحمد لله اونلاين، والناس بتتفرج وبتخش تشوف ده وبتشتغل بتعمل تمارين في البيت. هنعرف كل ده ان شاء الله مع ضيفنا اللي بيشرفنا. استنونا ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين. ورجعنا لكم مره ثانيه، والفقره دي شخصيا انا يعني هسال كتير قوي بقى، عشان انا شخصيا عايز استفيد بمعلومات كتيره. معانا اول مره ضيف راجل عشان يناصرني، ياسمين. اه بس انا في ياسمين هناك زي ايوه هتناصرني. هنشوف الموضوع ده، بس الحمد لله انا ارتحت. كابتن رامي صالح منورنا. يخليك. ومعانا ياسمين، شيف ياسمين الفقي منورانا. و هنبدا كده معاكي يا ياسمين. ايه بقى هتعملي لنا اكل النهارده؟ هعمل تشيكن ليمون كريمي بوايت صوص، يعني بمكونات سهله قوي بتبقى موجوده في اي بيت، يعني عشان رمضان بقى عايز حاجه سريعه وكده، بتخلص في 10 مينتس ان شاء الله. اوكي، بتاخد 10 دقائق. ايه المقادير بقى؟ صدور فراخ متقطعه رفيع، مرقه، كريمه، زبده، زيت زيتون، كريمه لباني. ممكن لو عايزه حاجه هيلثي ممكن تبقى لبن ودقيق بدل الكريمه، بس هي بالكريمه طبعا اطعم. زيت وكزبره وشبت للتزيين. طبعا كل اللي هي قالته ده كابتن رامي احتمال يقتلنا. زيت وزبده وسمنه. لا انا مركزه مع ياسمين، مالناش دعوه احنا بالكلام ده يا كوتش، يعني خلينا احنا في موضوعنا. عايزين نعرف بقى يعني اولا ازاي اقدر احافظ على، لو حد مثلا عامل فورمه او عامل شكل جسمه معين عايز يحافظ عليه في رمضان في ظل الصيام وفي ظل ان الجيمات مقفوله، ودي طبعا كارثه بالنسبه لنا. انا عارف انا شخصيا متضرر جدا، بس قول لنا تقريبا ازاي نقدر نحافظ على الجسم.
هو هتبقى اهم حاجه ان احنا طبعا يعني نتجنب الاكل اللي كل الناس بتحبه اللي هي قالت عليه ياسمين ده من شويه يعني يعني نحاول طبعا نقلل من السعرات الحراريه اللي احنا بناكلها. وطبعا رمضان معروف بالبسبوسه والكنافه والقمر والعصاير وكل الكلام ده حاجات، فطبعا الكلام ده بيبقى مليان سعرات حراريه، فاحنا نحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا يعني حتى لو هناكل الكلام ده ناكله بقليل بعقل يعني. تمام. الحاجه الثانيه المهمه قوي برضو اللي احنا عشان نحافظ على الكتله العضليه بتاعت الجسم ان احنا ناكل بروتين كفايه، يعني لحوم اسماك فراخ وهكذا يعني. طبعا كله مشوي على قد ما نقدر برضه، على قد ما نقدر مسلوق ما يعني هنعمل ايه. طيب يعني تقريبا احنا طبعا عندنا وجبه الفطار ووجبه السحور، المفروض ان انا يعني كواحد بقى بيتدرب وبرضه عايز يحافظ على جسمه ياكل كام وجبه؟ والله انا بقول يعني هو فعلا معظم الناس بتاكل فطار وسحور، بس ممكن نقول ان احنا ممكن نخلي الفطار ده وجبه خفيفه مش زي ما معظم الناس بتعمل، ان احنا وجبه الفطار دي ناكل فيها بقى اللي احنا بناكله. يعني ممكن تبقى زي ايه؟ شوربه، سلطه؟ ممكن تبقى زي شوربه، ممكن تبقى زي سلطه، ممكن ناكل بيض مثلا، زبادي، زي ما بنفطر في الايام العاديه. يعني ان احنا عمرنا مثلا بنصحى الصبح نفطر لحمه ويعني ما بتحصلش يعني. اكيد اكيد. فاحنا ممكن نفطر فطار زي ما بنفطر في الايام العاديه خفيف خالص، وبعدين بعدها بثلاث اربع ساعات ناكل وجبه كويسه، وبعدين بعد كده لو احنا هنتاخر في النوم ولا حاجه ممكن نتصحى. طب في رمضان والصيام ايه الاحسن في الرياضه؟ ان احنا الواحد يلعب رياضه وهو صايم ولا بعد ما يفطر؟ والله ده هيرجع برضو انا كنت بعمل ايه قبل كده. يعني لو انا اصلا انا بتمرن واخد ان انا بلعب رياضه وما عنديش مشاكل صحيه، فما فيش مشكله ان انا اتمرن وانا صايم عادي، مش هتفرق. يعني مثلا يبقى قبل الفطار، مثلا في ناس بتقوم عامله ايه قبل الفطار بنص ساعه بساعه يقوموا متمرنين. بحس ان ده ليه علاقه شويه باللي عايز يخس، يعني حد عايز يخس اكتر مش يتمرن او يلعب فتنس شويه قبل الفطار متهيألي، او بعد الفطار طبعا لو عايز يكبر كتله عضليه. هل ده صح ولا غلط؟ الى حد كبير هو في فعلا ابحاث اتعملت بتقول ان احنا يعني، بس هي بنسبه 10 15% بيبقى حرق الدهون واحنا صايمين، فدي تبقى فكره كويسه فعلا لو احنا ده الهدف ان احنا عايزين نخس او نحرق دهون قبل الفطار. ولو حد بقى عايز يتمرن عشان يكبر الكتله العضليه ويروح الجيم وكده يكون يستحسن ان هو يبقى بعد الفطار. طيب طبعا سؤال شباب كتير بتساله، ازاي اقدر اعوض تماريني اللي كنت بتمرنها في الجيم في البيت؟ يعني طبعا مفيش امكانيات، مفيش اجهزه، مفيش حديد ولا دمبلز ولا الكلام ده كله، ازاي بقى اقدر اعوضه؟ هل بنشوف ناس بقى فيديوهات على اليوتيوب بيشيلوا كرسي يشيلوا كنبه والحاجات دي، هل ده فعلا صح؟ وهل ده ممكن يعني ما يخليناش نتصاب؟ اصل ممكن اي حد يعمل اي حركه مفاجاه مش زي اللي كان بيعملها في الجيم مع جهاز مثلا فيتصاب، فتنصح بايه؟ هو مفيش مشكله ان احنا نجرب كل كده. انا بنصح دايما ان انا استعمل جسمي، ان انا بستعمل جسمي في كل حاجه، انا بمشي وبقعد وبقوم وبقف، فانا ممكن استعمل جسمي. نسبه الاصابه في التمارين اللي انا بعملها بجسمي بس من غير اي اوزان خارجيه بتبقى قليله قوي، فمفيش مشكله ان انا اجرب اعمل تمارين زي السكوات زي الضغط. ده في ناس بتملى الميه كده ويقوموا شايلين بيها الجالون الميه الكبير، مفيش مشكله. ما هو ده الادوات المتاحه يعني، شايل دمبل يعني بالظبط. ممكن استعمل اي حاجه موجوده في البيت عشان استعمل وزن خارجي، بس ده مش يعني مش هيساعدني انا اوصل برضو الهدف ان انا اكبر عضل، ده ممكن يثبت صح؟ لان التكبير محتاج طبعا اوزان اتقل، ده على حسب ما عارف. هو ممكن يساعد بس هو يعني موضوع معقد شويه، فخلينا نقول يعني نرضى بان احنا يعني نخلي الكتله العضليه زي ما هي منتين زي ما احنا بنقول دلوقتي، وبعد ان شاء الله ما يفك الحظر مش لازم نزودها يعني، ممكن نبقى نزودها. الدنيا باظت الحمد لله يعني. هي مش فاهمه الموضوع، انتوا بالنسبه لكم عادي الجيم قفل؟ انا بلعب يوجا ما بلعبش جيم، بلعب يوجا. اسمهم كشكل كده اللي هو لازم كده شيب برضه، لو الجيم اتقفل عادي، انما احنا بالنسبه لنا احنا في اصحابي عندهم اكتئاب. انا عارفه والله الناس بيتفرجوا علينا اكيد عندهم. انا فرحانه في الرجاله اصل هم قاعدين لا جيم ولا قاعدين بنتخانق ولا اي حاجه، قاعدين كده حرام بيحسوا بالست وهي قاعده. طب الصيام بقى، احنا صايمين، الصيام ليه فوائد على الجسم؟ اكيد طبعا. ايه بقى فوائد الصيام؟ كتير منها ان هو بيريح الجهاز الهضمي، يعني الجهاز الهضمي هو اصلا مش المفروض ان هو يفضل شغال 24 ساعه، فكون ان هو بيرتاح دي حاجه كويسه جدا. ان احنا يعني نقلل نسبه الانسولين في الجسم ونقلل السكر في الدم، كل دي حاجات ليها فوائد صحيه كويسه جدا من الصيام. لان هو احنا عامه واخدين ان احنا بناكل على طول، انما عمر ما كان الانسان اصلا بيفضل ياكل على طول كده، يعني قبل ما احنا نخترع الثلاجه وكل الكلام ده الناس بتصوم فترات طويلة وبتاكل وجبة وتصوم فترات طويلة وهكذا يعني. فهو احنا المفروض نعيش كده اصلا يعني. والوزن على حسب يعني، لما بيجي حد في الجيم مثلا جديد لسه ما اتمرنش خالص فهو عايز ينزل، بتحدد ان هو ينزل قد ايه او الفاتس اللي في جسمه قد ايه؟
على اساسه بيبقى في برنامج معين لكل واحد عن التاني مختلف، ولا بيبقى مثلا الست ليها برامج معينه او الراجل بيبقى يعني ليه برنامج اقوى شويه؟ والله احنا بنحدد طبعا على حسب المستوى بتاع كل واحد، يعني هل هو او هي قوه تحمله شويه، يعني هم بادئين منين صح، لان مش كلنا بنبتدي زي بعض من نفس الحته. والهدف ايه؟ يعني ممكن حد هدفه ان هو يبقى صحته كويسه، بس حد هدفه ان هو وزنه يخس، حد يعمل شيب، حد عايز يعمل شيب بالظبط. فكل دي اهداف مختلفه بتتطلب ان احنا بناكل بطرق مختلفه، بتتطلب تمارين مختلفه. طيب خلينا نروح للشيف الجميله بتاعتنا ياسمين، عملتي ايه بقى لحد دلوقتي؟ انا كنت الاول طبلت الفراخ بملح وفلفل وبابريكا وعملت لها كده مساجنج، بس طبعا الفراخ لازم تكون متنشفه كويس بمناديل علشان تاخد لون الاول قبل ما نحطها في الزيت، لازم تبقى دراي خالص. بعدين حطيت معلقه زيت وطبعا زيت زيتون. طبعا انت بتتقلم نفسيا من الزيت اللي انا بعمله قوي فيه ده، انا حاسه بيك. هل فعلا نقدر نحط يعني نستخدم الزيت زيتون بدل الزيت عليه في القلي، ولا ده خطر؟ عشان ناس كتير قوي يعني عندها تخبط في القلق. هو في القلي يستحسن؟ لا يستحسن لا. طب وبعدين ياسمين وريني بس. يعني في القلي صعب، هو ده بان فراي، يعني بحط معلقه واحده بس تاخد بس لون، وبعد كده بعد ما تاخد لون هبدا اعمل الصوص، بس هي المفروض تاخد 8 دقائق بس على النار. طب مثلا ممكن نعمل التتبيله دي عشان نرضي برضو كابتن رامي معانا ونحطها في الفرن مثلا شويه بدل ما نقليها مثلا؟ ممكن جدا، ممكن تعمل دي لو حبينا نعملها يعني مش دايت بس اقل سعرات حراريه شويه. طبعا ممكن، هتاخد وقت بس اطول شويه، بس حاجه بسيطه. تكملي وانا شامه ريحه مش قادره اقول لك جايه لك. كابتن رامي، بالنسبه لنا بقى وجبه السحور، طبعا احنا عايزين نعوض طول اليوم في الصيام، عايزين نعوض ان العضله يبقى داخل لها غذاء او بروتين، ايه اكتر حاجه ممكن ناكلها في وجبه السحور علشان يعني تساعد العضله ان هي تفضل محافظه على الغذاء بتاعها؟ البروتين هو ده اهم حاجه. بس سمعت الجبنه القريش، يعني عشان الجبنه القريش ما اعرفش هي اللي هي الجبنه القريش كويسه وكل حاجه، يعني فيها نسبه بروتين عاليه ونسبه دهون مش بطاله. ده انا كل ما احب اعمل دايت اتهري تونه، وانا ما بحبش التونه. هي التونه بروتين بطاله. هي التونه بتخسس فعلا؟ لا التونه مش بتخسس لا بجد. وانا شغاله تونه بقالي كتير قوي عرفت ان المشكله في التونه. تونه، لحمه، فراخ، كل الثلاثه دول او سمك، اي نوع سمك يعني كل ده بروتين. فعادي يعني لو انا اكلت تونه بس مثلا وجبة، يعني لو بعيدا عن رمضان وجبة العشاء، أبقى كده تمام ولا دي برضو تبقى ثقيلة على المعدة؟ لا مفيش مشكلة خالص. أنا عايزة أشوف ياسمين وصلت لإيه. ياسمين لسه هي لسه بنحمر؟ لسه. دي بعد ما هتحمريها هتعملي إيه؟ هروح حاطة بقى المرقة وهي سخنة كده، هتعمل دي جليزة، هتطلع كل البواقي بتاعت الفراخ، تعمل طعم تحفة طبعا. بعدين بقى نعمل الكريم صوص. أنا مستنيه دقيقة. طيب واحدة يعني انا دلوقتي عايز اسألك سؤال، يعني من وجهة نظرك الجيمات هتفتح امتى؟ يعني حسن بينهار مشكلته الوحيدة في الحظر الجيم، ان هو مش عارف يروح الجيم. يعني قبل الموضوع الكورونا كنت خلاص قلت بقى انا هلتزم، قلت بقى اجيب كورس. كويس، بمناسبة الكورسز البروتينات او السبلمنتس اللي احنا المفروض بنشتريها من بره، هل دي صحية ولا لا؟ عشان الناس برضو عايزة تعرف. السبلمنتس ما فيهاش مشكلة، هي الناس بتعمل عليها موضوع كبير قوي، انما هي في الاخر هي اسمها سبلمنت، هو مكمل غذائي، هي مكمل غذائي، فالمفروض ان هي بتشوف ايه اللي ناقص في النظام الغذائي بتاعك وهي بتكمله مش اكتر ولا يعني مش خطر، ومش زي ما الناس دايما متخوفه. لا. ولا يعني الابهات والامهات في البيت ما بيشوفوا علبه منها ولا حاجه. انا الحقيقه ما بحبهاش، ما بقاش عارفه بصراحه اضرارها، يعني فهي مش مضره. هو طبعا انا ما اقدرش اتكلم على كل السبلمنتس اللي في الدنيا، انما الحاجات اللي هي البيسك مثلا زي البروتين، ما هو في بروتين واي بروتين، علشان هو مش هيقدر يدخل الكميه دي كلها تقريبا بالزبط في الجسم. طيب في بقى سؤال، عشان بشوف ستات بقى بيتمرنوا بصراحه، يعني بس ده قليل جدا، بيتمرنوا بشكل اقوى مننا وبيبقى بيعملوا بالكينج وبيبقى. ايوه ياسمين انا سمعت لسه. ياسمين انت بوظتينا خالص. ايوه هما يتكلموا في الجيم وانت نازله ايوه ازاي الست عندها قدره التحمل لان هي ممكن فعلا تعمل جسم اكبر من الراجل في الكتله العضليه؟ هو ده يعني وارد طبعا عادي، ده مش معناه ان الست اقوى من الراجل، معلش والله في بطلات علم والله العظيم في وبيرفعوا اثقال انت مش هتقدر ترفعها. حسن على فكره كده بسال، يعني المشكله يعني صح ولا انا غلطان؟ مش في ستات فعلا في ستات ممكن ياخدوا وقت بس شويه، بس ان شاء الله هيبقى زي الفل. حضرتك عايزه عندك امل انك تبقي واحده منهم؟ لا ما اتمنيش.
لا هو في طبعا، هي يعني الست ممكن تبقى قويه وممكن ترفع اثقال وتشيل اوزان وكل حاجه، هو ده بيرجع للتمرين ونوعه اللي هي بتتمرنه عامل ازاي. انا مراتي مثلا هي بتشيل حديد وبترفع اوزان، مشرفانه والله مشرفانه، تحيه ليها والله بجد. ياسمين هناكل امتى؟ خلاص هو اكيد بعد اذان الفجر. الفجر المغرب ما انت جعان يا حسن مش مركز. هو الصوص كده خلاص يعني هاف واي دن، حطيت المرقه والثوم وكزبره ناشفه وشويه بهارات كده، وبعدين هنحط الكريم بعد ما يغلي شويه وخلاص خلصت. انا مستنيه الاكله والله. هي ريحه تبتدي تطلع دلوقتي. طيب يعني طب لو في بنات دلوقتي بيشوفونا وبيروحوا كانوا الجيم، وطبعا موضوع الحظر، ممكن يعملوا تمارين ايه بسيطه غير ان هم بينظفوا في البيت غصب عنهم يعني، فاكيد بيعملوا تمرين، لا في اي حاجه تمارين مثلا بسيطه ممكن يعملوها؟ في طبعا اكيد، يعني التمارين اللي هي زي ما بنقول البودي ويت، حاجات زي السكوات. تمرين السكوات ده يعني ابسط حاجه ان هي بنقعد وبنقف، ده السكوات يعني اللانج، ناخد خطوه لقدام ونرجع لورا، تمارين للبطن، تمارين فتنس اكتر. طب امتى يا كابتن احس ان انا بعمل حاجه غلط، او ايه الاخطاء اللي الناس بتعملها بس انا يعني انا مش واخد بالي او مش فاهم ان انا ممكن حركه زي دي تجيب لي اصابه؟ فازاي اعرف وانا بتمرن ان انا بتمرن غلط؟ هو اهم حاجه ان انا ما احسش بوجع في المفاصل بتاعتي. اول ما احس بوجع في المفاصل احس ان انا اقف، بالذات لو انا مش عارف انا بعمل ايه. ان الناس ده ساعات بتتلخبط ما بين وجع العضل وبين وجع المفاصل. وجع العضل ما فيهوش مشكله، العضله كل ما هتشتغل طبيعي انها توجعني، انما وجع المفصل ده ممكن يعمل مشاكل، فلو ده حصل نوقف نهدي شويه ونعمل حاجه ثانيه. طيب المشكله نفسها ان في الاكل، في ناس عندها مثلا توقعات ان في حاجه بتخسس بعينها، او ان هم بيروحوا الجيم بياخدوها وده يعني ما بتبقاش صح، فشايف ايه الاخطاء اللي ممكن هما الناس بتاخدها وفاكره ان ده هيساعدهم في الجيم؟ بالنسبه للاكل يعني الاكل، ما احنا شاملين الاكل في دماغي في الاكل. خلاص خليك معايا دلوقتي في الاكل. هو ما فيش اكل بعينه بيخسس، يعني ما فيش نوع اكل معين ممكن نقول ان انت هتاكل ده. لا بس لو حد بيتمرن هتقول مثلا ابعد عن كذا وابعد عن ايه، اللي يبعد عنه اكتر؟ نبعد عن السكر، اي حاجه فيها سكر هي دي اول حاجه بنقول نبعد عنها. والملح برضه صح، لان الملح ممكن بيخزن ميه فعلا تحت الجلد. الملح بيخزن ميه، بس هو ملح محتاجين، احنا كلنا محتاجين ملح قليل يعني كده كده، انما ملح كتير مش مستحب طبعا. الحاجه الثانيه اي حاجه بتتعمل بدقيق زي العيش مثلا والكلام ده كله، الحاجتين دول هم اكتر حاجتين نحاول ان احنا نقلل منهم او نبعد عنهم لو احنا بنحاول نخسر. طيب الناس المبتدئين بقى تنصحهم يعني يبتدوا التمرين في البيت كده قبل الفطار ولا بعد الفطار برضه؟ لو حد بيبتدي يعني لسه بيجنر خالص، انصح يبتدي احسن بعد الفطار. بعد الفطار، بعد الفطار عشان الجسم يكون اوريدي متغذي كويس ويقدر يعني يتحمل. تمام. طب والرياضه في وقت الصيام بتحرق اكتر ولا دي معلومه غلط؟ يعني يعني لو هيتمرن قبل هيحرق اكتر من بعد الفطار؟ هي معلومة مش غلط، بس هي معلومة مش مؤكدة يعني. في دراسات اتعملت في الموضوع ده بتقول ان هو احنا بنحرق بنسبة 10-15% زيادة واحنا صايمين، انما مفيش دراسات كفاية قوي اتعملت عن الموضوع ده، فهي هي مش وحشة لو احنا نقدر نعملها يعني رياضة قبل الفطار، انما برضو مش اكيد يعني انها هتكون بتحرق اكتر مما نعملها بعد الفطار. طيب سؤال بقى الناس كلها طبعا بتسأله، الانجكشن، لو انا حد عايز بقى اكبر فورمتي واشرخ زي ما بيقولوا، انجكشن بقى هل هو فعلا غلط ومضر جدا ولا في حاجات معينه وحاجات انت بتتكلم معينة؟ عن شرخ وانا شايفه بص البتاع هي بتشرخ لوحدها، ده بتشرخ بالصوص يا ياسمين حرام عليك. يعني احنا بنتكلم في حاجه هيلثي ورياضه بجد، بوظتينا خالص. كمل يا حسن. يعني ايه رايك في الموضوع بقى الانجكشن ده، موضوع الاسترويدز؟ الاسترويدز مثلا والله موضوع الاسترويدز ده يعني انا ما ينفعش اقول رايي فيه. مبدئيا الاسترويدز هو مش حاجه المفروض ان اي حد ياخدها يعني. أوكي. لان هي ليها اخطار، ومستحسن لو حد هياخدها يبقى لازم ياخدها اندر سوبرفيجن، يعني لازم يكون حد يتابع مع دكتور ويكون عارف، لان هي مشكلتها ان هو خد جرب دي. يعني هتبقى تقريبا، انت عارف ان انت مش دكتور بس تقريبا يعني بتبقى فيها زي هرمونات. هي هرمونات، هي هرمونات عباره، هي اكشلي هي هرمونات، يعني اكتر هرمون معروف ان الناس بتاخده اللي هو التستوستيرون، هو ده اللي بيساعد ان احنا نكبر العضله وكل الكلام ده. طيب هو المخرج استاذ فادي دلوقتي ياسمين بيقول لي ان الطبق ده بتاعه يخصه، انا مش موافق يعني الا لو اتعمل لي طبق زيه. لا هو وين مخرج البرنامج؟ بس لا هو طالما هيظبطني كادرات ياخده عادي. ما ينفعش، لا يعني اعمل لكم كلكم ما عنديش مشكله. هي قاعده معانا النهارده مش مروحه خالص.
ايوه مش مره واحده. طيب يعني قول لنا كده نصيحه مثلا تحب تقولها للشخص اللي قاعد ومضايق مثلا الحظر. طب انا عندي سؤال للكاسيت. يقول بس نصيحه. قول بسؤال بس وهيقول النصيحه والله. اللي هو زي ما قال كده الحقن او الانجكشن بتبان، بحس ان في ناس بتبقى باينه العضله قوي والعرق بتاع الايد باين قوي، هل ده بيبقى كله بيبقى واخد حاجه ولا مش شرط ده بتبقى فعلا رياضه بس؟ لا لا مش ضروري. كل ما نسبه، انا عايز اعرف السر. كل ما نسبه الدهون قلت في الجسم كل ما العروق بتبتدي تبان والعضلات تبتدي الديفينيشن بتاعها يبان، فمش شرط ان لو حد او بس بلاقي في ناس يعني بتبقى ضخمه زياده عن اللزوم قوي، عشان كده بسال يعني. وارد يعني، وارد بس مش ضروري، مش لازم ضروري. يعني مش لازم. طيب نصيحه بقى، نصيحه للي عايز يعني انا بتعود اروح الجيم وقعدت في البيت ومش قادر اتمرن يعني خلاص. انا لان في ناس كتير اعرفها كده اللي هو قاعد لا لسه هلعب شويه ضبط وبتاع وانا كنت في الجيم مكسر الدنيا، فهتقول له ايه؟ قول ربنا معاك انت قاعد في البيت. اقول ان هو يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني احنا مش معنى ان احنا الجيمز مقفول ان احنا نبطل نتمرن خالص، يعني ممكن هنتمرن حاجه بسيطه انما هي دي اكيد افيد واحسن بكتير قوي من ان احنا ما نتمرنش خالص، فنتمرن على قد ما نقدر لحد ما ربنا يسهل. يعني حسن نص العمى ولا العمى كله؟ الترجمه الحرفيه. بحاول والله. يا ياسو قولي لي وصلت لفين يا حبيبتي؟ خلصنا. يلا نقدم الطبق بقى. يعني الريحه انا خلاص مش قادر يعني، انا ربنا يكون في عوننا. انت بتعذبينا. طيب في طبق يعني لو طبق جاهز ممكن نطلعه اسمه اهو. خلاص انا هحط بس الصوص عليه. اوكي يلا. هو جاي اهو ظاهر. جاهز اهو. الله. طب يا كابتن رامي النهارده انت حضرتك هتفطر معانا وهنعديها. وانسى بقى النهارده الدايت بقى وفي زيت وحاجات هنعديها النهارده بس من بكره. يوم فري يعني نعتبر يوم فري. انا الفري عندي بيبقى اسبوع. ده انا طول الاسبوع معاه من يوم دايت. كابتن رامي صالح نورتنا ويعني استفدنا كتير جدا من المعلومات. ياسمين ممكن نحط الطبق بس كده فين؟ هنا؟ ايوه يبقى باين عندنا. أيوة. عشان المخرج عايز يشوفه كويس. تسلم ايديك يا ياسمين. ميرسي جدا كابتن رامي، بشكرك جدا جدا نورتنا النهارده وافدتنا بمعلومات جميله، بس اوعدك بعد الحظر ان شاء الله انا همشي عليها. ان شاء الله. ياسمين ليكي جدا نورتنا. هنطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.